واش كارك دير منها شويه؟ 2 هكتار نتحسن لاباس مليح. ورد ورد قلب رد قلب راني داير 7 مشكا تري دوموندي لا وي ولات عزيزه المشكا وغاليه غاليه يزيد توسعوا لنا في المشكا شويه مريضه علاه لي فراجيل فراجيل تمرض بزاف بريسونسيف بصح وشنو هو الجهه هنا وين بعيده على البحر شويه سي بيو ريزيستانس على هو العنب هو العنب كامل لي فراجيل لازم له العنايه التامه هو كامل لي ليسونسيف نورمالمون يكون بعيد على البحر داخل لاخر باش تخرج من الديره يعطيك صحه بارك الله فيك الحاج صحيح باولك ensuite il y a le red globe c'est les nouvelles variétés qui commencent à prendre le الله يبارك وراكم نتوما بدوا هادي شنو هادي صابل صابل فيها بلوزيور فاريتي الداخل نو دو كاليتي دو كاليتي صابل دو كاليتي دو كاليتي لاباس هذا اللي يبدا الاول نو جي في الوسط والاول كاردينال بعد كرونوار بعد يجوا الاخرين هذوك 4 كيلو يقدر يوصل جوج 5 كيلو 7 كيلو صافي كيلو صافي يوصل الله يبارك الله يبارك على العباس هذه ثم بني عمران سوق الحد سوق الحد سوق الحد داير 8 مستثمره فينا هي رقم 6 سيد الوزير حنا سحقوا لي رخصة لي فوراج برك الماء الماء برك ما عندناش مخصوصين شويه ما كاش تما في رقم باراج ولا روتوني ولا ما كاش كاين باراج يعقب ايه ما يعطوناش من فوق طلاوبي ان شاء الله راك بعيدوا على المدينه ولا راك واش من الجهه بعيد فوق في الجبل جيت شعبه منا ولا طلع فوق اي نعرفوا البلاد ما تخاف نعرفوا البلاد هو نعرفوا كانوا يخدموا البطيخ ثم مليح واحد الوقت وعندي الاخر ماشي كانوا يخدموا البطيخ ثم بكري كانوا يخدموا دورتوا عنب عنب وتشينا الله يبارك عندكم تشينا فاريتي مليحه ثم ربيكم في العون دوك نشوفوا خلاص عاوننا فراجيل فيها الزيت هذاك وراك دير هذه وين رانا في 5 خشنه تجي خمد وش راك داير من هذه منها وحده ديال ميدان برك جربناها ايه ودوك راح نكملوا جديده غير كي جبتوها منين جبتوها هذه جبناها لقمه مع الفلاح واحد اخر شوف ايه عندها ولقمه صح مي هذه لازم توسع من هذه مليحه مطلوبه مليح في السوق هذه فيها شويه مرض ايه لازم العنايه لازم العنايه تاعها العنايه تاعها بزاف ما كاينش راك تحكمت فيها دوك لاباس لاباس ربي يعاوننا ان شاء الله باش نخدموا ان شاء الله تاخذ مشكله تاع المرض هذه ايه لازم توقفوا عليها توقفوا عليها ورانا معكم احنا ما كاش مشكله هذا منتوج يعني الله يبارك للسوق الوطني والسوق الخارجي ان شاء الله يعني حاجه الله يبارك ان شاء الله ربي يعاونك ربي يهنيك بارك الله فيك